هذا وقد زار صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك مقر صادرات البحرين بمبنى بيت التجار، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها دوق يورك للمملكة لحضور فعالية الحفل الختامي لمسابقة رواد في القصر، والتي أطلقها سموه في عام 2014 بوصفها أحد المبادرات الدولية الرائدة للاحتفاء بقطاع ريادة الأعمال وتشجيع الأعمال الناشئة. كان وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في مقدمة مستقبل سموه عند وصوله، حيث قدم له شرحا تضمن أهداف صادرات البحرين ومهامه ورؤيته في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات النوعية لتنمية الصادرات غير النفطية. هذا وقد أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والصناعة والسياحة إن صادرات البحرين يعد انعكاسا لتوجيهات الحكومة الموقرة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تشتمل الخطة الخمسية والتي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العديد من المبادرات والبرامج. وحول البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين تطرق سعادة الوزير إلى المميزات العديدة التي تتمتع بها والتي كان لها الدور الرئيس في جذب العديد من المشاريع العالمية والاستثمارات الأجنبية والإقليمية. وبيّن في هذا السياق أن المركز معني بزيادة تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الأجنبية من خلال تطويرها والترويج لها وربطها بالأسواق العالمية. نوه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدور جائزة رواد في القصر والتي أطلقها صاحب السمو الملكي دوق يورك في تشجيع قطاع ريادة الأعمال، مؤكدا أن مبادرات صادرات البحرين تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز موقع البحرين الريادي في هذا المجال.